نسبة تقدم الإنجاز بالملعب 90%. ما بقيت به الأشغال في هذا الملعب. الملعب كل هذه الهياكل التي ترونها منتهية 100%. ما بقي من أشغال وهو البساط الأخضر وهو الأرضية. هذا الأرضية بالعشب الطبيعي بتقنيات جد عالية. donc c'est comme vous voyez donc c'est réglé au laser. كما تلاحظون الأرضية تم تسويتها بالاعتماد على تقنيات حديثة وباستخدام الليزر، ونحن بصدد تحضير الطبقة الأخيرة في غضون 15 يوما. Et là vous êtes là sur la partie piste, là vous êtes sur la partie couloir. Donc il y a 10 couloirs sur la ligne droite. لدينا 10 أروقة على الجهة اليمنى، ومن الجهة الأخرى مضمار ألعاب القوى الذي سيكون الأول من نوعه في الجزائر وبمقاييس عالمية كتلك المستعملة في ملاعب زيوريخ وموناكو وبرلين.